بعد مكمل ببرنامجكم خليك رايق. في المقلب الاول لليوم صحفي بده يعمل تقرير عن فنان، شوفوا معنا. علاء شو رايك بهالجلسه؟ حلوه، مقابله منيحه كثير كثير. سالك كل شيء، سالنا كل شيء، ما في شيء ما سالنا. والفنان ناقصه هيك صراحه، خفيف نظيف يعني، ما عاد انا اقول شيء. بس رح اقول لك شغله بالنسبه للفنان، يا ريت انت عم بتغني لملحن بركات الشباب، بلشوا يرقصوا، عم طرف عينك عم تطلع، بلشوا يرقصوا بسطوا بصوتك. الله ان شاء الله لقاء ثاني وثالث دائما. هذا فرح لنا والله. كيف اهلا رامي، اهلا استاذ علاء ظاهر، مسيو رامي شلهوب الصحفي زميلنا. اهلا وسهلا، شرف. خير شو بك؟ حاسه في بك شيء؟ صدقيني كنت حاتصل واعتذر لانه ما كنت جاي بمالي. ليه خير في شيء؟ عمل شي حادث سياره او شيء هيك؟ عمل شي حادث سياره او شيء؟ لك لا، ما خبرني الاستاذ يوسف عن شيء، شفنا شيء ثاني يعني مالي. وين؟ انه خبرني انه في فنان معروف. وين؟ وين عندكم هون؟ تفاجأت بشخص ثاني. عنا هون؟ شو؟ انا خبرت عم تحكي. عنا عم تحكي انت؟ ما عمي عم تحكي حضرتك؟ ايه رامي عم بحكي مع الست وصال لو سمحت. بس عمي عم تحكي. ايه رامي، بس انه فيش فنان غيري يعني. قصدك استاذ علاء يعني؟ صدقيني ما حصل لي الشرف قبل مره يعني، مالي بعتذر. بقى شو بدي خليني انت خلص. انت مشكلتك انت بتعرف عليه، مش هو يتعرف عليك. انا صح، انت بدك تسعى. ايه طبعا، طفي الكاميرا اول شغله، مطفي الكاميرا. اذا بتريد انا مش ماني بعرف. خليني شباب يعني، اذا بتريد اساسا ما بسمح لك. قوم فيلم منهم، قوم فيلم، قوم فيلم منهم. خليني استاذ علاء، خلصوني. شو نعم شو قلت؟ شو بدك احكي معك؟ مش ما ولا كلمه، بديش ولا كلمه. جي عفرب فزميلي مالي، اذا جيت لانه انضغط علي من حبيبي. ما بدي تصورني، شيل الكاميرا من هون، قوم فيلم منهم. ما بدي تصورني، قوم فيلم منهم. مالي مالي مالي، شو شرفك؟ شوف هذا منظر يتصور. نعم فيلم منهم يا عمي. طول بالك استاذ علاء، مالي سوري. اذا حكم ما بيعرف يحكي غني لي فني، تفضل غني. هل غني خلينا نسمع. مينك انت لانه يتقول له هالحكي؟ بعدين بدك تحترم ضيوفي حبيبي. انت شو بيعطيني وراي؟ فيني افهم شو بتشتغل حضرتك؟ في بدي اسالك سؤال، شو بتشتغل حضرتك؟ اسال الست وصالي بتعرف شو بيشتغل حضرته؟ صحفي. اهم حاجه انا فكرته جلب بلاط. تسمع مجلد والله مبين عليك جلب بلاط. علاء ظاهر. علاء ظاهر يظهر شو قفل منهم، قفل منهم، قفل منهم، قفل منهم. خليني معي طول بالك على لا كسرك الدنيا. قفل منهم خلص، قفل منهم. حالك هذا فنان محترم. ايه محترم، بس انت بل انت مش محترم. انت فنان، انت مش محترم اساسا، انت منك محترم. ما حق عليك بتقول بصورك. شوف الصوره كيف طلعت، شوف تفضل عشان تفضل. هذا ما زي يتصور. لا قوم من هون، روح لهون، روح لهون. ماشي طول بالك، طول بالك. بعدني محترمك. بدك بالله مسرح. شوف بعدني محترمك. خلص اذا بتريد استاذ رامي علاء ما روح من هون. ما عندك صحه، روح من هون. ما تدخل انت، روح. روح من هون، اتركني اتركني، روح اتكل على الله، روح. ما عاد تبعت بعدهم. مع احترامنا كل فنانين. لحظه لحظه، مع احترامنا كل فنانين عم تقولوا نحن عنا نجوم كمان. ما عليك تعتبريه نجم؟ اسم الله طبعا نجم مطفي نجم. ماشي ماشي روح 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 فيلم منهم، روح فيلم منهم، روح روح فيلم منهم. شباب زفريت استاذ رامي، شوف لنا شكلي عليك فنان. روح 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 شكلي انت فنان. معلش طب وين الفنان؟ بتروح يا خيي روح. لا هونيك صار برا. ما تدفش امي، طب امي لك ما تدفش. طب روح 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 طب روح استاذ بك روح. على 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 بس كرمال وسال محترمك. لا ما في داعي، ما في داعي. لا ما بقول كم وسال، روح من هون. على على برمل عندي شو؟ برمل عندي شو؟ خذوا عشان يعني انه صح، يعني بيشبه كل شيء الا صح. لا لا لحظه لحظه، على عديل عديل لك تطول بالك. بكره برا ولا شنو لك؟ نروح لبرا ولا نروح لبرا؟ روح روح خذوا لنا برمل. خلص اعمل الله مستر على لك. شو بيشبه الصحافة هيدا؟ شو خصه بالصحافة هيدا؟ عمل سكاف ولا معروف بلطو بلطوجي؟ ما شو هذا؟ على
لا انا شو بش انا بدي دفع ثمنها الشباب بس بدي ايدك علي ما بدي ايدك طب روح روح خلص على لحظه روح شك يا شباب استاذ علاء بس كلمه واحده بس حكيني كلمه واحده طب روح روح كرامتي استاذ علاء عم ننزح معك شاب مش صحفي اسمه حافظ الحسن هو كثير بحبك وبيحترمك بيعتبرك فنان المفضل نشوف سوا قصات أوروبية وعصرية مع حلاق جاي جديد من فرنسا تغضبطهم معاك؟ عزة؟ عزة؟ ايه معنى؟ يلا حبيبي عندنا شغل هون شو رايك؟ لحظة معلم طب بلا ثقافة يلا خلصني بقى يلا معلمي في أخبار بتاعة قصة جديدة يلا حبيبي قصة جديدة معلمي لحظة خلصت كمان اشتغل والناضج شفتك كيف؟ طيب قصة جديدة؟ طيب هات قصة جديدة ريح شو عملت فيه؟ هذا بتغلو ايه مشيلة زين يلا لا حبيبي ولا عياش مش حال اني مشتغل حبيبي طب يلا تفاصيل انا ما بعرف يلا فريق ايطاليا يا حبيبي يلا انا متخرج في ايطاليا يلا يعني احلى قصات لناس كامباستين وجماعه كلهم انا بصير يلا اللعيبه اللي بيلعبوا في ميلان تعرف مين؟ خي خلصنا ايه ما عم بدي اعرفك بنفسي ما بدي اعرفك بنفسي؟ خي اتشرف شافشينكو احسن هداف العالم انا اللي عم بصير له شو بك؟ طيب يلا اتكل على الله ما تخاف ليش شعراتك عاملين هيك؟ انت اصلا شو جا شو جا سوى عندك يعني؟ ايه بس هما شكلهم غريب هيك ليه كده؟ يا خي شو لحظة طول ما توصل لي وقت تلعب انت شو بدي اوصل لك كيف بدي اوصل لك؟ ما انا بدي يلا خلصنا طيب بدي اعمل دراسة على شعرك قبل ما اوصل لك لأن شغلة ايه لك انا كيف يعني بدي اوصل لك قصة شوية اوصل لك قصة اوصلني لا يا زلمة شعرك اوصلني انت يا زلمة بدي اقص شعرك شو عم تسوي؟ لحظة روح طيب بالك طيب بالك يا خيي اتكل على الله لحظة لحظة بدك بقاتي لحظة 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 خليك معي هيك بدي القصة طيب يلا ما في شيء غير هيك مزاجك رايق ايه خليك هيك خليك هيك هيك يا اخي طيب يا عمي شوي كسرت له رقبته هذه الحلاقه الحديثه الحلاقه الحديثه لازم تكون هيك يا مش هيدا شو قصته هيدا يا سلم شوي شلت لي اياه لا ما بيأثر شوي بالليل يا عم اعطيني رقبته لك يا زلمه شوي اعطيني رقبته جاي اتصل له وجاي تبع لي رقبته ضياء؟ فاهم وين أنا؟ المقصر لك يا عمي خي بلش قص خلصني ايه ما في شعر هون في شعر هون يا خي شو بدك بشعر هون يا خي بلشت بشعر خلصني خلاص روح وين وعدته يا عمي بلان على البلو وراح شو بلوي يعني؟ انت لقيت انا احلق لك؟ يا اخي ما خلصت في ناس يدفعوا لي مصاري عشان احلق لهم مش للصالون انا ما بدي احلق لهم ما بحلق لاي حدا ما تحلق شو بيك انت؟ مش عاجبيني شعراتك هولي يا اخي قصة انت شوي يا زلمة روح وين عم فكر؟ شو بك يا زلمه؟ ركز معي ما تفكر بعيد، خليك معي تفكر في الحلاقة. انت تفكر تفكير ثاني ما بتزبط معي انا هون، خليك مركز معي ما تفكر بعيد، اوكي؟ ايه فكر معي. هلا من قدامنا؟ هون منا؟ نعم بس خلص لي. خلص.
ما ضل الا شويه كثير انتهى خلاص. شو هذا؟ السوفية غنوا له ورقصوا له وما بدها تفعل. عزيزتي المستمعة معانا ثنتين تهم واصلين من فوق، مرحبا. أهلا. من وين الأخت؟ من إثيوبيا. والنعم والله، والأخت الثانية هم كذلك؟ من إثيوبيا. والنعم والله. طبعا أنتم معانا على الهواء مباشرة عبر الفضائيات، ماذا تطلبون أن تستمعوا من هذه القناة؟ إذا في شيء حلو مزيئة نحب نسمع نسلم، انه اتمنى لاهلي انه يشوفوني يعني مبسوط بالليل. يعني عفوا اول شيء بداية من منو بدكم تهدوح او الاغنية هذه؟ انا بحب اليسا. نعم. عايش شالك. حلو حلو. كثير بحبه، كثير بحبه لاليسا. طبعا متفقة معاها؟ ايه. حلو حلو حلو. احنا طبعا اسفين ان ما عندنا الاغنية هذه مو متواجدة، فمعنا اغنية ثانية ممكن نسمعها مع بعض. عادي؟ ايه اكيد؟ ايه. تفضلوا الفرقة الان معنا على الهواء ترى. تفضلوا. شكرا 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 جزيلا شكرا جزيلا. طب ليه؟ طبعا الان انت راح تدفعين $50 مناسبة هذا الاحتفال. عفوا اختي ليش ما بتفعلوا؟ هذا مش غنيه. ها انا مش غنيه ما بتفعلوا. شو عم نلعب احنا؟ رجاء $50 عامل لك سيره مشان الزلمه المحترم ده. تفاهموا معها شو عليها يا جماعه؟ $50 حياتي. انا ما بتفعلوا مزه بهلي جاي من مصر والدخمه والنسا جاي من اخر الدنيا. $50 لكم ليه حياتي؟ اكوني مش هيك، مش غنيه هذا، مش هيدي غنيه ونص ما بتدفع. صح انت ما بدك تدفع. ليه ما بدك تدفع؟ لا 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 من هون انت. خلاص اقول لك اقول لك. عفوا عفوا. 40 40 40 اسمع الفاضي. نحن الفاضي هذا مش قلبي. ما مش قلبي يا من هون انت يا ابو الجاي. لحظه 40 40 يلا ولا 50. ما بيصير ما بيصير. شو 500 مقابلة مع المطرب وسام، بيدخل شخص وبيتهمه انه سرق ساعته، خلونا نشوف سوا شو صار. انت الناوي الايد بايد، انت الفرحة وانت العيد، انت الناوي الايد بايد، انت الفرحة وانت العيد، قالت لي وحياة الحب لا والله غيرك ما بريد، قالت لي وحياة الحب لا والله غيرك ما بريد، قالت لي وحياة الحب لا والله غيرك ما بريد. حلوة حلوة. هدي عنوان الألبوم ولا انت عملها ولا في غيرها؟ مش بالضرورة بس غنية كتير حلوة. مرحبا انا كيفي رامي شلبي. انت حلوة نسلم عليك. هنسلم حلوة من حضرتك. لحظة لحظة استاذ، بتعرفوا ولا استاذ؟ ولو شو بينك مين حضرتك؟ تعرفوا سام؟ كيف فتت لهون انت؟ خليني كمل معك. كيف فتت لهون انت؟ حكيت مع مدير مسرح وفتت اذا بدك. حكيت مع مدير مسرح وسمح لك تفوت؟ يا يوسف عم بحكي معك. وسام كيف فت؟ نحن سمحت لك تفوت نحن استبحت لك استوديو محترم. اولا بتفوت بكل تهذيب وتفتت دغري لا احم ولا دستور. انا قلت انت صاحبه ولا خمنت صاحبك معك شيء؟ حياتي مش شايفه ما بعرف شو عم احكي. مطعم بس تصير الشغله معك ساعتها بتعملي اتعس ما انا عملت معي. خير سمعنا شو معي. عندي مطعم اوكي قبل مره الاستاذ وسام. حضرتك صاحب مطعم؟ نعم. بدنا نقول له الاستاذ وسام كان عم يغني يوم من الايام وكنا عم نحضر حفلته، بقى شفت الشاب انه
مهضوم، عرفت علي كيف؟ قلت بحاول ساعده انا كوني عندي مطعم. ايش قاعد معه؟ خليت عنده انت خلص. هلا حينكر لانه اكيد اللي عامل عاملها بده ينكر، ما حيقول لك انه ايه طبعا غنيت. خليني خبري ساعه بتقعدين، نحن كنا مجموعه اجا طلبت واجا قعد معنا حكينا معه خبرت انه عندي مطعم وعندي نشاطات كثير. ترجيني بس يا ريت مصور كيف كان عم يترجيني. هو ترجي؟ اي نعم، انه يعمل حفله عندي بس يغني يوم واحد. يا خيي وين شايفك انا؟ لا شو عم يحكي يا موضوع ما بعرفه اصلا. شوف حبيبي معك نص ساعه، يا بتجيب لي ساعة. هذا الموضوع بيصير، هذا الموضوع استاذ، شو قلت لي اسمك؟ تفضل رامي. رامي استاذ رامي، هذا الموضوع عيب انفتح بهيك مكان. هذا الموضوع بيصير بينك وبينه، اذا صار يعني احنا شو خصنا؟ انه قلت 3 اشهر معي تليفون وغيره، عنوان بيت اللي اعطيني طلع كذب، تليفون وغيره، وفوق الكارثة هيدا. انت متأكد انه بركي بيشبه بركي مستشبه فيه؟ او وسام اخضر مش حضرتك اخضر؟ لا لسه شو بدك تعمل يا حرامي؟ افتكرت اول شيء انا حرام ولا انت الحرام؟ ما تحكي هيك. ايدك اني بدك تحكي لسه بعدين مدام وصال. لحظة وسام وسام في واحد في واحد محترم مالي. انا لما تاني نهار فل من عندي اتصلت بالشرطة. صار احنا ما بعد احنا ما بعد دخلني يجي يحملوك من هون. يا حدا يجي يشيله من هون دخل. يا حرامي يا حرامي اشتهى الشوكيت تاعتي علي يا حرام. وين الساعة؟ مين الساعة؟ بدي ساعة يا حرام استاذ يا بدي ساعة شنو؟ بدي ساعة وسام وسام بيطلع عليك كيف كانت شنو؟ واحد حرامي لا وسام بركي خذت نص ساعة وضيعة يا عم بحياتي مش شايفه يعني أنت معكد؟ هو النصاب اشتعل سكين يا حرام اشتعل سكين مدام يا شباب اشتعل سكين أسف تطير الشرطة وسام اشتعل سكين عايزتها حرامي عايزتها حرام بديتك علي؟ مش الأدلة انا بدي اياك عليك خلص انا عليك يا حرامي انا يا حرامي شلوني شلوني انا طالع شيء. هلا مأكد انه انت مش سارق الساعه؟ طلع بشكله مين حرامي فين وسام؟ عم بقول انه كنت بالحبس ولا بطب بحقك؟ لحظه انا حجيب له الدرك وحاعرف شيء. ما تجيب له الدرك، جيب له الكاميرا لانه نحن بالبرنامج عم نمزح معك وانت لا سرق له ساعه ولا سرق له شيء يعني. بس المشكلة اللي صار يعني نحن نعتذر منك جدا جدا جدا. نعتذر منك جدا يا حرامي. بس كثير رايق انت وسام. ايه تحيي لكم جميعا. ايه وبشكركم. وقعت محفظته، خلونا نشوف سوا مين اتهم بالسرقه. حول بسماتك ضحكه، خليك رايق ما تحتك. كتير هالقد كتير هالقد، سلم دمازال. ما في حدا يساعدني هون الله يخليك. ما في حدا؟ ما حدا بيساعد حدا. ما في حدا يساعدنا عندكم هون؟ اوكي يلا. جزداني معك؟ لحظة 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 جزداني أنا في 300 دولار بعد قابض. لحظة 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 شو عم تدفشني يعني؟ حرامي وعم تدفشني يا زلمة. جزدان حو معه. شو معه؟ مين هو؟ وين هو؟ ما بعرف راح. بعد بعد عني بعد عني بعد عني. لحظة لله. وين هو؟ لحظة لله. انا قابل 300 دولار امبارح معاشي جاي اشتري ثياب لما عيلتي. شو بقى؟ بقول لك 300 دولار بشتري فيهم بنطلون. انا هي انت بتشتري انا بشتري ثياب على قدي يا خيي. مين هو هي؟ هيدا شوف لي جزدان وينه يا خيي. ايدك عني. بدي هلا انا جزداني في 300 دولار. شو هذا هو؟ هيدا هو. اعطيه جزدان. نعم اعطيه جزدان. بتحكي معي؟ ايه خيي هلا انا بدي جزداني يا خيي. شو هالجزدان وينه؟ احسن لك اي جزدان. انت بتضحك. شو بتفهم انت وياه عم تسرقونا؟ شو عم بسرقك؟ نزل ايدك هيك انت وياه. شو عم بسرقك؟ عم اقول لك لما لك جزدانك وهرب فيه. انت شفته؟ ايه انا شفته. انت كذاب. واحد مثلك كذاب. ما تظهر لنا. انا مش الجيب لا مش الجيب لمرتي.
لحظة شوي قرب يقول لك انت شرم حالك مش جايب له مرضي طيب مش حرام ما اشتري له نيون ولادي يا زلمة انت شوف عندي ولدين صغار مش حرام عليك زرعتولي جزدانة ما بروم لا شوف بروم لا شوف اي ايدي معك جزدانة ايدك علي طيب اذا بتريد شوي بس شو بدك ما معقول بدي اتصل بالدرك اعطيني تليفون بحكي معه شوي عم يقول لك قرب انت اخذت الجزدان انت اللي اخذت الجزدان انا اخذت الجزدان انت شفتني ايه شفتك وين شفتني شفتك رميته وهربت هيك مش حرام عليك مش حرام عليك مش انت هو سرقه هو شكله طلع شكله طلع بعدين بين عليك كاين برومية هلا بدي جزدان اطلع اتصل عليك انا بين عليك هلا هلا بعيد عني ازيدك بعيد عني بعيد عني هو عم يقول هو شكله لحظة مش حرام عليك يا زلمة اتصل 112 لا 112 ولا 13 هلا بدي جزدان يلا انت شو متفق انت وياه علي كمان انت مضروب على راسك عم اقول لك انت شفتني اخذته انا ما حدا ضربني على راسي اول شغله انا ماما بس بتضربني على راسي مش انت فتشو فتشو ارجيني بعد عني رح يضربني بعد يضربني انا بدي جزداني هلا بعد عني هلا بدي جزداني لحظه خو اتصل بالشرطه ما بتتحرك اتصل بالشرطه اتصل له بالشرطه نزل ايدك عفوا يا زلمه نزل ايدك عفوا خليك الو عفوا خليك الو نزل ايدك عم الله معك هون الدورادو حمراء وقف تخي في واحد قلب جزداني مني صار لي في 300 دولار بتنزل تجيب لمرض اولادي الله يخليك شو بدي اعمل عفوا هون واقف الله يخليك بتعوى مين ما عرف بتعوى ليك اي اثنين حراميه متفقين علي اثنيناتهم عم بيمثلوا قدامي على هو مش سرقوا في واحد كانه طلع من الرومي عجل شوي بلكي حرامي هيدا خليك ايه ده هو ايه حاطط الزيتان هو ايه حرامي ايه حرامي ايه كمشتو 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 اي 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 احنا جينا تنسليك والموم الدنيا نسيك عالشاشي ساوى نلاقيك لقينا الله يخليك كتير هالقد كتير هالقد سلى معنا ونسل جد حول بس ما عفوا استاذ ايه نعم تاريخ 5000 ايه عشان شو؟ الاسانسير ما طلعت بالاسانسير ايه تاريخ 5000 وبس هلا طلعوا اجانب ما اخذت منهم مين خبرك؟ طلعوا اثنين قدامي ما اخذت منهم شفتن حضرتك؟ ايه هلا قبضت مش قبضتي منهم؟ اخذتي منها هي تخينه؟ نعم مرحبا بس ما بصير كيفك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ مش حضرتك هلا طلعت بالاسانسير؟ ايه بس عليك استاذ 5000 ليره ليه؟ ما طلعت بالاسانسير؟ طلعت بالاسانسير طبعا نحن لنا 4 سنين هون مع اول مره لا ما هيدا اليوم تعليمات جديدة ما بصير معلش لأنه فاتير الكهرباء عم تطلع زيادة علينا فإجا أمر من الإدارة إنه الريسبسيون هو يتحمل الزيادة ما علي بدنا نساهم كلنا مشان الريسبسيون زينة دفعت قبل هيك شيء كلهم دفعوا كلهم دفعوا كلهم كلهم دفعوا بس 5000 ليرة مش أكثر طيب هاي 5000 ما عدنا نيجي عندك لا ما بدنا هيك ما بدنا لا لحظة لحظة لا إذا عفوا ما بدنا بدناش هيك تظهر بترجع على الأوتيل إذا فيها زعلة هاي 5000 والله ما لا بس مش عائلة 5000 لا ما بقبل هيك لا لا بتاخذ 5000 وبترجع على الأوتيل بس ما بتقول هاي 5000 ما بدنا نرجع طيب خلص لعينك شو ماشي خلص ماشي الحال ماشي يا أهلا وسهلا فيك يا أهلا وسهلا بس كلمة صغيرة خليك معنا أنت كنت معنا على برنامجنا هاي الكاميرات إلا مرحبا رح نكمل بالحلقة الجاي انطرونا Ha ha ha!